تظلمت في فترة ما في المنتخب كنت نجم تكون وما بيان سور الأسباب أسباب العكروت قبيح العكروت تاع مشاكل العكروت مشيت فيها ريمير سهار ترى شنو ليه سهر مش ريمير سهر كنت سهر مش ريمير شوف فكرة مش إشاعة أول حاجة على فكرة كي كنت نلعب كورة راني بخلاف النهار اثنين ما نعمل حتى شيء معناتها حتى كي كنت معناتها تسهر بالاثنين كنت مش نسهر بالاثنين قاعتي بالاثنين هكا معناتها من الحقيقة نحكي معك كرت سكابل معناتها قول علي نحكي مع واحد صاحبي في قهوة وهذا يشرفني ايه معناتها وريت الحاجة اللي شفتها في حياتي الكروية المسؤولين عاوز يحميوك من الجمهور والكويزين انترن ما تخرجش هما نهار اللي تعدل ولا تخسر تقعد ولا حي تلقى روحك معناتها جايين عباد نقول انا الدخل يخلصوا فيهم يجيوا يسبوك لا اكثر لا اقل كانوا يخافوا منه امير العكروت في المنتخب مثلا ولا في جمعيات اخرين ولا يخافوا مني علاش معناتها انا راني بلغه الكوره زوالي في راسي معناتها ما عنديش حتى ما ديما حنين ديما باي ديما الضحكه في وجهي انت تجم تسال اللي لعبوا معي الكل ما عندي حتى عداويه مع حتى ملاعبي الكبار الصغار ديما بوزيتيف ما خممش نيجاتيف ما نعملش مشاكل مع العباد واضح